رحمات. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح ما تلا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضار، من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا، وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أإله مع الله؟ أإله مع الله خلق هذا الخلق بهذا الإبداع والإتقان؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟